اللي بعده معانا، احنا معانا شغل كتير النهارده مش عارف اخلصه ولا لا، بس ربنا يسهل ان شاء الله. النيه نيه ان انا اخلص يعني. هنعمل الكيكه صيامي، انا هبدا بيها عشان دي طبعا اهداء مني لكل اخواننا المسيحيين. احنا بنعمل مع بعض كل يوم طبق صيامي، ممكن يكون حلو، ممكن يكون شوربه، ممكن يكون طبق رئيسي. فاعمل كيكه بالبرتقال بما ان البرتقال بشايله في السوق حلوه، وعملنا صوص برتقال وهعمله مع حضراتكم برضو، وازاي اشرب الكيكه برتقال. المقادير على الشاشه، ولكن ناخد الاحتراس ان احنا نشيل اي حاجه استخدمناها فيها بصل وتوم في حاله لما نعمل حلو. المقادير: برتقال، عصير برتقال، صوص برتقال، شوفان بودر ناعم معانا من حبوب الشوفان 1 كوب، من الزيت النباتي معانا برضو زيت تقريبا ربع كوب، مع البيكنج باودر وبشرة برتقال وسكر باودر. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونبدا ان احنا نشوف الايه. مفيش بيض يا شفيق، بيض ايه بقى؟ البيض هنا ملوش مكان خالص، دي من غير بيض ولا زبده على طول. وشاف مضرب وشاف كسرولة ازاز، يبقى الشيف هيخفق البيض. انا بحط المكونات جنب بعضيها اهوت علشان ايه نركز ونشوف ازاي هنعملها مع بعض. سكر باودر خلينا كده، والبيكنج باودر خلينا كده، ومعانا نوعين من الدقيق، دقيق شوفان ونص كوب من الدقيق الابيض العادي. اشتغل ازاي؟ اول حاجه نحطها الزيت. حلو قوي. نحط السكر البودر على الزيت، نحط بشرة البرتقال على السكر البودر، ونشيل حاجة كده أول بأول، ونحط عصير البرتقال. الله، هو ده السر في الكيكة دي، البيكنج باودر هو اللي هيلعب دور كبير في عملية الايه ارتفاع الكيكة بتاعتي. واخفق دول مع بعض. تاني ايه ده بقى شيف؟ نقول مع بعض المكونات دي مع بعض: عصير برتقال، زيت، بشرة برتقال، سكر بودر، والتقليب جيدا. للأمانة أنا أضيف حاجة كده، دي مش مكتوبة في المقادير يا أستاذة رحاب بعد إذنك، حاجة لطيفة كده في السكة يعني. حلو، هحط إيه يا شيف؟ هحط شوية كركم صغيرين. يا دلعك يا دلعك. كركم مفيد جدا، خاصة بيلعب دور الوقاية الكبد من الدهون، ويصول جدار الكبد من الدهون. ونقلب دول مع بعض. كركم بيدي صفار وبيدي حلاوة ويدي نضارة. كل دول جاهزين. نيجي لبقية المقادير: دقيق الشوفان، معانا الدقيق العادي هناخد معلقتين منهم كده زي الفل، يعني تقريبا نص كوب. حلو، وناخد من حبوب الشوفان شويه اهي، ركزي معايا بقى عشان الموضوع ده مهم اهو. ونحط على دول ايه يا عم الشيف؟ التركايه بقى، التركايه هنا البيكنج باودر. خلي بالك لازم الطرق اللي انا شغال بيها دي ده بيكنج باودر. ونقلبهم مع بعض قبل ما نعرفهم على بعض. حلوه دي. شوفان باودر حبوب يعني، والشوفان ناعم، ومن الدقيق نص كوب، معلقتين تقريبا، وحطيت كمان البيكنج باودر وقلبتهم كده مع بعض. حلو قوي يا عم الشيف. من الاسباب اللي ممكن تؤدي لفشل كيكه سواء صيام او عاديه، انك تقلبي البيكنج باودر في المقادير وتحطيه على البيض والحليب والزيت وتسيبيه فتره. لا، حطيت المقدار الجاف مع المقدار السائل، لازم تكون الفرن جاهز. يعني مثلا مش تفتكر انك تولعي الفرن، مش تفتكر انك تجيبي كسرله تعملي فيها الكيكه، لازم ده يكون متحضر عندك ومزمبلاس وجاهز زي ده كده. دي الكسرله انا دخلها الفرن بالشكل ده كده، معانا شرايح برتقال، ومعانا برتقانه حلوه اهيت. هناخد شرايح البرتقال دي رصها هنا كده اهو، اللهم صل على النبي، في الارضيه بتاعت الكسرله، او تجيب الكلمنتينا او اليوسفي زي ما انت عايزه، بيبقى شكلها حلو بالشكل ده كده. وناخد المواد السائله مع المواد الجافه اللي احنا خفقناها مع بعض. يلا مع بعض اهو، ننزل بدول كده اهو،
ونقلب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يلا يلا. اهو شايفه اهو طلع معايا الخليط الحلو ده كده اهو. واقسم الخليط ده في قلب الكسروله دول كفايه قوي. اهو اخد الخليط ده بعد كده بالاسباتيوله بتاعتي واحطهم في قلب الكسروله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملت كيكه بالبرتقال مختلفه الطعم. اه يلا شفت الجو ده كده. اه الله. عايز اوزع الخليط ده على الكيكه بطريقه لطيفه، اعمل ايه؟ اعلمك على حاجه حلوه دلوقتي. اه اخليها جنب كده واجيب شويه زيت كده. ما تكوني شاطره في المطبخ مفيش حاجه تقف معاكي، تحس انك انت كده ايه عندك ثقه في نفسك. اهو شفتي تعملي. اهو اهو شفت البتاعه بتطلع. اهو 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 تعالي انت بقى ما تعمليش الحركه بتاعت الزيت دي كده، تلاقي الاسباتيولا دي نصها ايه من الكيكه. اهو شفت وزعت المقدار ازاي. اهو انا عايزك كنت شغاله معايا كده وفاتحه القناه الاولى والفضائيه المصريه في كل انحاء العالم، نستفيد من الطايم بتاع الشيف المغازي ساعة زمن تقريبا 50 دقيقة مشفيين. كل كلمة بتطلع من بقي بحب، كل معلومة بقولها بحب، ما بتركش أي حاجة غير إن إحنا نتعلمها. هساوي الخليط ده كده زي الفل في درجة حرارة الفرن 180 أهو في كسرولة لطيفة. أهي شفتي. أهي حاضر يا فندم. أهو بالشكل ده كده. أهو أهو الزيت هو اللي بيساعدني على الملمس الجميل الناعم ده كده. اه يلا بينا. على فين؟ على الفاصل ولا نحطها في الفرن؟ نفتح الفرن في درجه حراره 180. قول لي يا مخرجنا يا شاطر دي مكانها فين؟ العب. هو ده. اه يلا خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير نبص على الكيكه. ما ننساش الكيكه. يا ويلي ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ بص الله يرضى عليك في الفرن قبل ما اطلعها، بص عليها كده عشان عايز اشربها عصير برتقال. اهو مدلعه كان. اهو يلا نطلع الكيكه مع بعض. يلا اهي 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 اطلعها عادي انا مستني. حاضر عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شايفين اللون؟ هتقولي الحمار ده جاي منين؟ هي واخده عصير برتقال. خلي بالك اه مش مطلوب ان هي تكون طالعه عادي، احنا مش بنعمل الكيكه الاسفنجيه. ده عصير برتقال حطيته على النار بشويه نشا وعملت صوص البرتقال. اه وانزل عليها وهي سخنه. واديها فرصه تشرب الايه؟ صوص البرتقال ده كده. اه 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 بعد شويه هيختفي. هينزل طبعا في مسام الكيكه. حاضر عينيا. حاضر عينيا. اه زي الفل. بس انا حابب انزل بيه سخنه وهي سخنه لسه. زي الفل نسويه كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اه ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ سيبيها تبرد بقى وتاخد راحتها. صوص البرتقال ده معمول من النشا والبرتقال وشويه فانيليا. واسيبها تبرد هتاكلي صوابعك وراها زي الفل. تمام خلصنا من كيكه البرتقال. عملنا كيكه صيامي لاخواننا طبعا المسيحيين، لان احنا متفقين من اول الصيام بنعمل طبق صيامي او طبقين حسب المنيو وحسب مكوناته. وعندنا السلطه الخضراء تعتبر برضو سلطه لطيفه وجميله. وعملنا كيكه صيامي طبعا لطيفه وجميله وشربانه من صوص البرتقال بطعم الفانيليا.